السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد جاء في الصحيح من حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه أنه قال: بين أنا أصلي مع نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقال: الحمد لله، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ هو رضي الله عنه لا يدري حينها أن مثل هذا الكلام لا يجوز في ماذا؟ في الصلاة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ فجعل القوم يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يريدون أن يسكتوه رضي الله عنه وأرضاه، فسكت رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير وقراءة القرآن، أو إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم، جرأ معاوية رضي الله عنه على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة أخرى. وقد ذكرنا في الكلمة الماضية شيئا من هديه صلى الله عليه وسلم في التعليم، ومن هديه في تعليم الصحابة رضي الله عنهم وشد انتباههم رضي الله عنهم لما سيقوله صلى الله عليه وسلم. ونزيد على ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يشد انتباه الصحابة رضي الله عنهم إلى ما سيقول، إما بسؤالهم أو استفهامهم أو سؤالهم عما يعلمون، لأجل أن ينبههم على أهمية الأمر الذي سيذكره بعد ذلك. وربما غير صلى الله عليه وسلم حتى من جلسته ليعلم أهمية ما سيقول صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال أبو بكر رضي الله عنه: فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلت لا يسكت. هذا الحديث فيه الكثير من يعني الآداب والأساليب التعليمية التي ينبغي للأستاذ والمعلم يسلكها مع طلابه. منها أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ففي هذا السؤال ماذا؟ شد الانتباههم. وأيضا كان متكئا فجلس، هذا أيضا فيه دلالة على أنه سيقول شيئا ماذا؟ مهما يريد منهم أن يحفظوه. وأيضا أنه صلى الله عليه وسلم كرر ذلك حتى قال الصحابي رضي الله عنه: حتى قلت لا يسكت. ومن هديه صلى الله عليه وسلم التنبيه أيضا إلى إحسان السؤال، والسؤال عما ينفع. فقد يسأل السائل، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فيجيبه صلى الله عليه وسلم على مسألة أخرى، فينبهه صلى الله عليه وسلم بطريق آخر على أنه لم يحسن السؤال. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم
ما يلبس المحرم من الثياب. الآن السؤال عن ماذا؟ السؤال عن ما هو الشيء الذي يلبسه المحرم من الثياب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس. ولي الدين العراقي رحمه الله قال: فيه تنبيه على أن السائل لم يحسن السؤال، لأنه كان الأجدر به أن يسأل عما لا يلبس، لأن باب ما يلبس، نعم، كان الأجدر به ماذا؟ أن يسأل عن ماذا؟ عما لا يلبس، لأن هذا أوسع، ما يلبسه أوسع. فقال يعني كان الأجدر به أن يسأل عما لا يلبس. يقول ولي الدين العراقي رحمه الله: وقد يجيب صلى الله عليه وسلم السائل بغير ما سأل لأهمية ما يجيبه به صلى الله عليه وسلم. والعلماء، يقول العراقي، والعلماء يسمون هذا الأسلوب أسلوب الحكيم. قال: وقريب منه قول الله جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين الآية. فكان السؤال عن جنس المنفق، فعدل جل وعلا عن الإجابة عن ذلك إلى الإجابة عن جنس المنفق عليه، لأنه أهم وأولى. وقد كان العلماء رحمة الله تعالى عليهم يعتنون أشد العناية بإحسان السؤال أيضا، والسؤال عما لا ينفع، عما ينفع، وترك ما لا ينفع. وكتب أدب الطلب اعتنت بهذا الجانب عناية كبيرة، ومن ذلك ما جاء في طبقات الحنابلة في ترجمة أبي جعفر أحمد بن حبان القطيعي رحمه الله، أنه قال: دخلت على أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فقلت له: أتوضأ بماء النورة؟ فقال أحمد رحمه الله: ما أحب ذلك. قلت: أتوضأ من ماء الباقي اللاء؟ قال أحمد رحمه الله: ما أحب ذلك. قلت: أتوضأ من ماء الورد أو بماء الورد؟ قال أحمد رحمه الله: ما أحب ذلك. قال: فقمت فتعلق بثوبي، فقال: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ قال: فسكت. قال: إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال: فسكت. قال: اذهب فتعلم هذا، لأنه يسأل عن مسائل قد يكون فيها شيء من ماذا؟ من يعني من يعني يعني التدقيق والسؤال عما يعني لا ينفعه، وهو بحاجة إلى أشياء قبل ذلك. هو لا يعرف دعاء دخول المسجد ودعاء الخروج من المسجد، ويسأل عن أشياء يعني يقل أو يندر وقوعها. نعم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أيضا في التعليم أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسأل عن الواضحات المعلومات حتى يشد انتباه السامعين لما سيقوله بعد ذلك. جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، لأن السؤال واضح ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت هذا السكوت إلا لأنه قد ماذا يتبادر للذهن؟ أنه قد يسميه بغير اسمه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يجذب انتباههم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وللحديث إن شاء الله بقية، جزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.